تبنت وزارة العمل سياسة تشغيل بدل التوظيف خلال الفترة الماضية، وسياسة التشغيل هي تعتمد على التدريب المهني والتقني. وانطلاقا من هذا المبدأ بدأت وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بإنشاء مجموعة من مراكز التدريب المتميزة، ومنها مركز التميز في الطاقة المتجددة الذي يخدم هذا الوطن في تقديم طاقة موفرة، وبالإضافة لتوفير فرص عمل في هذا القطاع الهام. Two years ago, the Jordanian and the German government decided together to take as a new topic of cooperation the area of employment, TVET and education. And as GIZ, we took it up with pleasure because we are very convinced that Germany has a lot to offer in the area of TVET. The German-Jordanian Center of Excellence for Renewable Energy, I think that will be kind of a lighthouse of the Jordanian and German cooperation. And it will work on better training measurements, also improved train the trainers. مركز التميز الأردني الألماني للطاقة الشمسية هو نموذج للشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، وهو يجسد أيضاً رؤية إشراك القطاع الخاص في الحاكمية وفي الإدارة فيما يتعلق بالعمليات التدريبية، حيث تم تمويل تجهيزات هذا المركز من قبل الوكالة الألمانية للتنمية الدولية. من المؤمل من هذا المركز أن يوفر مئات فرص العمل للأردنيين وأن يسد الفجوة في سوق العمل فيما يتعلق بالمهارات المهنية. صراحة أنا تحمست كثير لما سمعت عن المركز التميز الأردني للطاقة الشمسية اللي بيوفر لنا دورات وتدريب لحتى نساعد أنفسنا ونثبت أنفسنا بهذا المجتمع إحنا كبنات. إن شاء الله بكرة بالمستقبل رح يوفر لنا فرص عمل اللي نساعد أنفسنا ونساعد أهلينا كمان. هدفنا من المشاريع اللي إحنا بنقدمها في الأردن إن إحنا نساعد على تحسين المؤشرات للتشغيل في الأردن. من خلال المشروع التدريب على تحسين كفاءة المياه والطاقة، احنا مش بس بنساعد في التجهيزات في المفرق، احنا برضو بنساعد على تطوير المناهج، تدريب المدربين وإدارة المعهد، وكل ده بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هو المستفيد من خريجين مراكز التميز. احنا كمستثمرين بالطاقة المتجددة نعاني من قلة وجود الأيدي الماهرة لنتوسع بهذا المجال، فوجود مركز التدريب بالمفرق سيشجعنا على أن نجد من خلالهم الأيدي الفنية الماهرة تشجعنا لتوسعة استثماراتنا، وتشجع أيضاً استقطاب استثمارات جديدة في هذا المجال. أنا بكالوريوس هندسة مدنية، ولما طلعت على سوق العمل تفاجأت قديش صعب على الواحد يلاقي فرصة عمل مناسبة له، عشان هيك جيت على الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في تخصص الطاقة الشمسية لأنه هي المستقبل، وعلى أمل إن شاء الله لما أخلص ألاقي فرصة عمل مناسبة أو أفتح شغل خاص فيه. We are very proud to start this undertaking and we will continue to support SGIZ Jordan in improving the TVET system as such.